وزارة الداخلية أعلنت ضبط 22 إخواني بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح في القضية المعروفة باسم شهيد الشهامة في تقليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين. الداخلية قالت في بيان إن قطاع الأمن الوطني رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال الحادث والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، وتم ضبط 22 من العناصر القائمة على التحركات دي. وأوضحت الداخلية إنه عثر بحوزتهم على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء واثنين طبنجة صوت ورشاش صوت بهدف استغلال كل هذه الأمور لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسات المحاكمة.